شارع الخريجين تسمية بات يعرف بها هذا المكان لكثرة العاملين فيه من حملة الشهادات منها العليا. حملهما للشهادات لم يشفع لهما من حمل الأوزان الثقيلة. عشرات الخريجين يعملون هنا بسوق الشرجة نتيجة قلة فرص التعيين وارتفاع عدد الخريجين في السنوات الأخيرة. هذا شارع الخريجين، هذا الشباب اللي قاعدين مخلصين مخلصين مدارس يجي هنا يشتغلون. هاي ماكو غير العرباين والإحمالة، هاي نحصل لنا 10,000 و15,000 ونعيش بيها أهلنا. قلت ماكو شغل، ماكو تعيين، خلاني ضليت أشتغل أساعد أهلي. يوم يتينا 20-15 هيك على العربان أخذه. ولم تبقى للخريجين وسيلة غير مواجهة صعوبات الحياة بالعمل الشاق. كلت حبال الصبر لكن متنهم لم يكل، فصراع الحياة مستمر رغم اخفاق الجهات المعنية. الحمام الواصلين شهادات عندهم يشتغلون حمام، غير تعيينات ماكو، ما حد يعينهم. لو اكو تعيينات كان ما اشتغلوا هاي الشغل. ولا يعينوه اصلا، ولا اكو تعيين. اي والله، هذا وين اجيب له 50-40 ورقه لما يعينوه؟ منو يعينه؟ وما بين صعوبات الحياة وفشل الحكومات المتعاقبة باحتواء البطالة، لم يجد الخريجون حلا آخر لكسب لقمة عيشهم في بلد يعيش ربع سكانه دون فرص عمل حسب إحصاءات. من بغداد ميرخفاجي، السومرقة.